الدالي. اتفضل. اسم حضرتك؟ اسامه الدالي. زي ما ايه النهارده جاي النهارده الجمعه الحقيقه الاولاد و ده محمد ده احمد ده مين ده؟ ده مين؟ ازيك يا احمد؟ نتكلم مع بعض. انا محمد. ازيك يا محمد؟ اتفضل. انا مقيم بره في الخارج في امريكا. وياما بكينا كتير قوي على الشهداء وياما كنت اتمنى ابقى منهم وابقى معاهم ولسه جاي من السفر عشان اتضامن مش هقول حركه حاجه وبتاع لا اتضامن مع مصر ونصر مصر ومصر ايد واحده تفضل طول عمرها ايد واحده ان شاء الله ومسلم ومسيحي وجيش كله ايد واحده ان شاء الله اتمنى ذلك. قلت ايه النهارده بابا ما جاي ليه نزلك النهارده ليه؟ ايوه عشان نفسي اشارك في الصوره. انتوا عاملين فين يا حاج؟ قلت لي حلوان. في حلوان. وانت ايه النهارده شعورك طب وانت نازل مع بابا النهارده؟ برضو عايزه اغير يعني النظام النظام فاسد كان فاسد ولازم نغير البلد دي. طيب الجمعه النهارده عدت على خير في اي مشكله ولا؟ الحمد لله. لا الناس متحضره جدا وناس ما شاء الله كلها الشبهات وكله عايز يعمل لمصلحة مصر. في حاجة عايز اقولها لكم. اتفضل. انا جيت من اسبوع هنا اول ما جيت من امريكا. ناس كتبوا عايزين يكتبوا اسمي بيسألوني على مسودة اكتب فيها اسمي عشان يحاكموا مش الرئيس الفاسد او الوراء العصابة لا عشان يحاكموا المشير وهو والناس اللي معاه بحكم بتهمة الخيانة العظمى. عايز اقول لهم لو شب الله ثم المشير والمجلس العسكري والناس الشرفاء بتوع الجيش كانت مصر النهارده بقت زي ليبيا زي تونس زي سوريا. اتقوا الله في المشير واتقوا الله في المجلس العسكري واصبروا عليه شويه اصبروا عليه شويه ان الراجل ده محترم وانا ما اعرفوش شخصيا اعرفه شكلا ولا اعرفني ولا بتاع ولكن انا كنت في الغربه بكيت كتير على مصر وعايز ابوس كل واحد ايه كل ايد حامت مصر. يعني حضرتك جيت بعد الثوره. بعد الثوره كنت نفسي اشارك فيها واموت شهيد في ارض المعركه هنا او ارض الميدان. حقيقي نشكر الله ونشكر المشير هو والمجلس العسكري كله ونديله فرصه شويه. لازم الناس تفهم الموضوع ده كتر خير 30 سنه فساد الراجل بيصلح وبيقول لكم بعد الانتخابات انتخبوا اللي عايزينه واللي عايزينه ده اللي هيصلح هيديكم كل حاجه. هندي فرصة للراجل يعني يهدى شوية. لا ده رأيي ده رأيي المعتدل. مش ألف طلب في وقت واحد الدنيا ما اتبنتش في سبع أيام. أنا راجل مسلم وعارف ربنا سبحانه وتعالى كويس وكلمة الحق تتقال. الراجل ده يا جماعة فوق دماغنا من فوق هو والمجلس العسكري كفاية أنقذ مصر من الدمار. أنقذ كل بيت في مصر النهارده قاعد مرتاح وقاعد مرتاح. قبل ما كان يتدمر كنا كل ده كان زمانه متدمر وحرب اهليه بفضل الله ثم المجلس العسكري. شكرا يا حاج. ونتمنى خير لمصر ان شاء الله. مع السلامه يا حاج. مع السلامه يا حاج. وعليكم السلام.